السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. شركة كورية تزور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت. الهلال الأحمر الإماراتي وزع ألف سلة غذائية على أهالي غيل بن يمين بحضرموت. تواصل الأعمال الإنشائية بوادي وصحراء حضرموت بتمويل من حصة مبيعات النفط. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. شخص لقاء موسع لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت واقع العمل الميداني لسير العملية التربوية والتعليمية بجميع رياض ومدارس وثانويات ومجمعات مديريات الساحل منذ بدء الحصة الدراسية الأولى من العام الدراسي الجديد. ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على ما تم إنجازه من تكليفات ومهام سابقة والجوانب الفنية والتوجيهية لسير الدراسة والاختبارات الشهرية الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي. وفي اللقاء حث وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون على ضرورة العمل بتفان وإخلاص ومصداقية في تأدية الرسالة التربوية والتعليمية من خلال المتابعة والإشراف الميداني الذي يضمن سير الدراسة. وقدم رئيس شعبة التوجيه والمناهج ومدير دائرة التوجيه والمكاتب الفنية ومديرو الإدارات التربوية والتعليمية ورؤساء المناطق التوجيهية وعدد من الإدارات المدرسية تقارير حول ما تم تنفيذه من سير الخطة العامة للعملية التربوية والتعليمية في الإشراف والمتابعة بجميع المديريات. تفقدت السلطة المحلية بمديرية الشحر سير العمل في مشروع ترصيف وتشجير المدخل الغربي للشارع العام بمدينة الشحر. ويأتي هذا المشروع بتمويل من الصندوق الاجتماعي ضمن قطاع النقد مقابل العمل بكلفة 40 مليون ريال يمني وبمساهمة من السلطة المحلية بالمديرية. من جانبه أكد المدير العام للمديرية المهندس أمين بارزيغ أن هذه المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية لا تضفو الطابع الجمالي على مدينة الشحر وحسب، ولكن أيضا تسهم في توفير فرص عمل لكثير من الشباب العاطل عن العمل في المديرية، شاكرا تدخلات وجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في مديرية الشحر. التقى مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير الخبير ستيفن مارك رئيس مجلس إدارة شركة وال سيل يوشن بكوريا الجنوبية وممثل مؤسسة التنقيب والمعادن الوطنية بكوريا والوفد المرافق له. وناقش اللقاء فرص الاستثمار في مجال التعدين للمعادن الفلزية واللافلزية ضمن النشاط الجغرافي للهيئة، إلى جانب مناقشة التحاليل التي أجريت بالمختبرات الحكومية الكورية لعدد من المعادن وجاءت النتيجة بصورة جيدة. وأبدأ الخبير الكوري ستيفن مارك رغبته بالاستثمار المعدني بين المؤسسات الحكومية الكورية والمؤسسات الحكومية اليمنية وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل التنمية الاقتصادية. وفي نهاية اللقاء قام المهندس بابحير والوفد الكوري بزيارة لمعرض الهيئة الترويج. نظمت مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية ونادي تكوين الثقافي الحفل الختامي والتكريمي لمشروع المناظرة الإعلامية تحت عنوان سياسة الجهات الإعلامية تضر المجتمع بين مؤيد ومعارض، حيث قدم الفريقان الموالي والمعارض الحجج والبراهين لتأتي بعد ذلك مداخلات الجماهير. وأعلنت لجنة التحكيم عن النتيجة النهائية بانتصار فريق الموالاة على المعارضة. وفي الحفل الختامي أشادت المدير التنفيذي لمؤسسة ميديا ساك أرينا باسماعيل بالدور الذي قدمه المتناظرين منذ مرحلة التدريب إلى المناظرة الختامية، كما تقدمت بالشكر لجميع من ساهم في إنجاح المشروع. وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة والمتناظرون وكذلك المتدربون ولجنة التحكيم ومدرب المشروع.
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1000 سلة غذائية ل5000 فردا من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياج من أبناء مديرية غيل بن يومين بمحافظة حضرموت. ويأتي توزيع هذه المساعدات الإغاثية في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعدة التنموية والخدمية لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودهم الكبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق حضرموت. هذا ويذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح بلغت 29,244 سلة استهدفت 146,220 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في حضرموت. نحن أبناء منطقة مديرية غيل بن يومين منطقة رائدة المعارة، نشكر دولة الإمارات الهلال الأحمر الإماراتي متمثلة في شيوخ دولة الإمارات، نقول لهم ألف شكر، ونتمنى أن تكون هذه المساعدات مستمرة دائما، لأن المنطقة وكافة المناطق تقريبا في المديرية هي أكثر حرمان من الأسر دخلها ضعيف وهكذا، تحتاج إلى الدعم دائما المستمر. نذكر دورة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بقائدها محمد بن زايد وعيال زايد، شكرا على ما قدموه لليمن والمحتاجين في اليمن في هذه الأزمات وفي هذه الظروف التي تحصل للمواطنين في جنوب اليمن وكذلك في شمال اليمن وأكثر شيء في الجنوب، فنشكرهم وشكر موصول لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمته لليمن وللجنوب عامة ولحضرموت خاصة. نرحب بالهلال الأحمر في منطقة مديرية غيل بن يومين منطقة رية المعارة، ونشكرهم على ما قدموه من مساعدات للمواطنين الأشد فقرا، وهذا إنما يدل على حرصهم على مساعدة الناس في الظروف الحالية التي الظروف التي يمر بها اليمن عموما وجميع محافظات الجمهورية، فنشكرهم على ما قدموه لنا ونقول لهم أنا جزاكم الله خير على ما قدمتوه لمنطقة مديرية غيل بن يومين وشكرا. كانت هذه أخبار الساحل. وفي الوادي أيضا تجري حاليا سير الأعمال في ترميم قصر السلطان الكثير بمدينة سيئون البالغ كلفته 54,991 دولار الممول من حصة حضرموت من مبيعات النفط. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمتاحف والآثار الدكتور حسين العيدروس والشركة المنفذة لأعمال الترميم مستوى تنفيذ أعمال الصيانة المتمثلة في رش الواجهة الخارجية للقصر بمادة النورة وصيانة وطلاء النوافذ والأبواب وصيانة ورش سطح القصر، وبلغت نسبة الإنجاز 95%، وتأتي عملية الترميم من أجل الحفاظ على معالم حضرموت التاريخية. تتواصل سير الأعمال التربوية والتعليمية في عدد من مناطق مديرية سيئون الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط، حيث يتم العمل حاليا بمشروع استكمال مجمع عبد الناصر التربوي للبنات بمدينة الغرفة، وكذا مشروع مدرسة 30 نوفمبر للبنات بمنطقة مدودة ومشروع مدرسة المهاجر للبنات بمدينة سيئون. كما يجري العمل في مشروع بناء المعهد الفني والتدريب المهني بسيئون، وبلغت إجمالي المشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط 1,718,364 دولار. بلغت نسبة الإنجاز لمشروعي المجاري الإسعاف والتكميلي لمجاري مدينة سيئون قرابة 65% الممول من حصة حضرموت من مبيعات النفط. ويهدف المشروعين الذي تستفيد منه مناطق مدينة سيئون القديمة من السحيل غربا وحتى مدرسة النهضة شرقا إلى إنهاء مشكلة طفح المجاري بوسط المدينة، ويتوقع الانتهاء منه مطلع العام القادم.
حيث بلغت كلفة مشروع المجاري الإسعافي 467,639 دولار، ويضم خط نقل انسيابي إلى محطة الضخ بطول 1000 متر، وكذا خط ضخ آخر بطول 3000 متر من محطة الضخ إلى أحواض التجميع، إضافة إلى محطة الضخ المكونة من أحواض تجميع، فيما بلغت تكلفة المشروع التكميلي 89,426 دولار، يتكون من تمديد خط نقل إلى موقع محطة الضخ بطول 1000 متر. أما في سقطرى فقد شهدت مدينة حديب عاصمة أرخبيل سقطرى تظاهرة نسوية حاشدة للمطالبة برحيل محافظ سقطرى محروس عقب الأحداث التي شهدتها سقطرى مؤخرا، والتي كان آخرها تغيير مدير أمن المحافظة، حيث انطلقت المسيرة التظاهرية من وسط أسواق حديب مرورا بمقر السلطة المحلية، وواصلت المظاهرة مسيرها بعد ذلك إلى مقر قوات التحالف وإدارة أمن سقطرى، مرددات شعارات تطالب برحيل المحافظ محروس، وخرجت المظاهرة ببيان يجدد التأكيد على رحيل المحافظ. ونختتم أخبار نشرتنا بخبر من المهرة، حيث جرى صباح اليوم نقل 108 مسافرا من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى جوا عبر طيران التحالف العربي من مطار الغيضة الدولي إلى مطار حديب بسقطرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار الخدمات الإنسانية والتسهيلات التي يقدمها الأشقاء في التحالف العربي لأبناء سقطرى لتجنب مخاطر السفر عبر البحر. وفي عقاب حادثة تعطل قارب في عرض البحر الأربعاء الماضي وعلى متنه 65 مسافرا كادوا يفقدون حياتهم غرقا لولا لطف الله وجهود ومتابعة التحالف والقوات البحرية في إنقاذ حياتهم. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. شركة كورية تزور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت. الهلال الأحمر الإماراتي وزع 1000 سلة غذائية على أهالي غيل بن يومين بحضرموت. تواصل الأعمال الإنشائية بوادي وصحراء حضرموت بتمويل من حصة مبيعات النفط. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.